يشكو أهالي حي صدر الثالث في مدينة الديوانية من تأزم الأوضاع جراء انتشار الأتربة والنفايات وتهالك الطرق، مطالبين الحكومة المحلية بإجراء زيارات ميدانية ومعالجة المشاكل قبل حلول فصل الشتاء. تفاصيل أوفى مع سيف علي. ما إن تدخل هذا الحي تشعر وللوهلة الأولى بأن الزمن قد عاد بك إلى عصور قديمة جراء تهالك الشوارع وانتشار الأتربة والنفايات. هذا ما يعانيه حي الصدر الثالث في الديوانية منذ زمن طويل، حيث يشهد تلكؤا بالعمل وتجاهلا من الجهات المعنية، ما جعله منكوبا بالكامل. ضقنا الويلات يعني، وأمر السنين مو الأيام مرت بينا، ومتروكين مهمولين يعني، بالشتاء غرقانين، بالصيف الحر ماي ماكو يعني، بدلوا على أساس المجاري والأبيات مال الماي الرئيسي، هم ماي ماكو، معاناة. عندنا بوري يعني كسرته الشركة اللي اشتغلت المجاري كسرته. أكثر من 25 سنة هذا الحي يعني مثور، ما حد يندله، شوارع تحفرها شهرين ثلاثة ما يرجعون، تحاتي يا بتعال عدل لي شارع دطوب، عندنا ناس مرضى معوقين، شي يستجيلك واحد يذبك على الثاني. الأهالي طالبوا الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي إجراء زيارات ميدانية لهذا الحي ومعالجة المشاكل التي يعانون منها منذ سنوات. يحدث هذا وفصل الشتاء ليس ببعيد، ما يفاقم من معاناتهم في حال إهماله من جديد. بالشتاء أمطار تنغرق للركبة، بركة واحد يلتفت لنا يسوي لنا حيل، المحافظ واحد ومجلس محافظ واحد يجي لهنا يشوف شنو الشغلة. من الديوانية سيف علي، قناة دجلة.